في آخر النهار مع خالد صلاح، حلقة خاصة حول استعداد الطلاب للامتحانات. ما هي أهم النصائح والأغذية اللازمة لمساعدة الأبناء على التركيز؟ وكيف نواجه حالات الاكتئاب والاضطراب خلال الامتحانات؟ مع الدكتورة ريم سمير، استشاري التغذية العلاجية والسمنة والنحافة بالقصر العيني، والدكتورة رشا الجندي، استشاري الطب النفسي. في آخر النهار مع خالد صلاح، الليلة في الأوقات التالية.